مشاهدي ميديا ان تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد من أهم الإنجازات على صعيد العمل الإفريقي المشترك، نظرا لما تتضمنه من مشاريع تكاملية رائدة يعول عليها في تعزيز التكامل الاقتصادي ومحاربة الفقر وجلب الاستثمارات الخارجية. في حلقتنا لهذا الأسبوع نتوقف عند هذه المنطقة التي جعل الاتحاد الإفريقي من تسريع تنفيذها شعارا لقمته الأخيرة. نبحث في محورنا الأول أهمية المنطقة التجارية ورهاناتها، وفي المحور الثاني نناقش دور المنطقة في تعزيز مكانة القارة على صعيد التجارة العالمية. قبل نقاش محورنا الأول نتابع هذا التقرير لمجدولين بن شريف. منطقة تجارة الحرة القارية الإفريقية مشروع اقتصادي طموح يسعى من خلاله الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات الخارجية. وفقا للبنك الدولي، فإن هذه المنطقة يعول عليها في خلق نحو 18 مليون وظيفة بحلول عام 35/2000، فضلا عن إسهامها في انتشال 50 مليون شخص من الفقر المدقع. إلى جانب ذلك، فإن المنطقة التي تعد الأكبر منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية يعول عليها في زيادة الدخل القاري بحوالي 450 مليار دولار في أفق 35/2000. القادة الأفارقة يأملون أن يؤدي التطبيق الفعال لهذه المنطقة إلى تحسين مستوى عيش الساكنة وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أحد الأهداف المشتركة لدى بلدان القارة. من أجل ذلك يتوقع أن يسمح تركيز الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري على تسريع تنفيذ منطقة التجارة القارية والتصنيع الشامل للقارة بإعطاء دفع ملموس لهذا الهدف الشامل وتحقيق الاستفادة القصوى منها. تفعيل منطقة التجارة من شأنه كذلك أن يعود بمكتسبات عديدة على القارة الإفريقية في مجالات كالزراعة والأنشطة المرتبطة بها، ما سيمكن من ضمان الأمن الغذائي الذي يشكل إحدى الأولويات الأكثر استعجالاً بالنسبة لإفريقيا. وللنقاش معنا من أوتاوا الإعلامي الباحث في الشؤون الإفريقية باسيديا درامي، مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي الفاضل. أهلا وسهلا. بداية، ما أهم رهانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تشكل أحد المشاريع الرائدة في أجندة 2063 لدى الاتحاد الإفريقي؟ كما ورد في التقرير، فإن الاتفاقية تعتبر من أهم ركائز أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، ويعني حقيقة تراهن القارة الإفريقية على هذه الاتفاقية بشكل كبير، ويعني هي مهمة جدا لأنها أول شيء انبثقت من رحم القارة الإفريقية. يعني لم تكن الاتفاقية مصممة يعني من الخارج، لكن الأفارقة أنفسهم يعني وضعوا هذه الاتفاقية وفق يعني احتياجاتهم ومتطلباتهم، وهي تشكل يعني نقطة تحول كبير لأبناء القارة الإفريقية وخاصة في مجال التكامل الإفريقي. فهذه الاتفاقية إن تم إنجازها على ما يرام، فمن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري البيني بنسبة 52% بحلول 2022 العام الماضي يعني، وأيضا انتشال 50 مليون شخص من براثن الفقر المدقع بحلول 2035، و68 مليون من الفقر المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإنها سوف تربط 1.3 مليار شخص بحجم إنتاج 3 تريليونات دولار، علما من أنه من المتوقع أن يعني يزيد أو عدد سكان أفريقيا إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تخلق هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لإفريقيا من حيث خلق الوظائف، حيث من المتوقع أن تخلق 300 ألف وظيفة مباشرة ومليوني وظيفة غير مباشرة. طيب أستاذ با،
طيب من أجل تحقيق هذه الرهانات الهامة التي ذكرت وبشكل عملي، ما المراحل التي تمر بها هذه المنطقة قبل البدء الفعلي في تطبيق وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بها؟ نعم، الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 2021، وفي مرحلة الأولى سوف تعمل على يعني إلغاء التعريفات الجمركية تدريجيا على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وفي المراحل اللاحقة سوف تعمل على تنسيق سياسات الاستثمار والمنافسة والتجارة وحقوق الملكية الفردية ويعني المنافسة والتجارة الإلكترونية. أعتقد يعني هناك بعض الناس يعني يتساءلون، يقول طيب نحن سوف نخسر بلايين الدولارات يعني من خلال إلغاء التعريفات الجمركية، لكن دائما لابد أن نركز على الصورة الأكبر، على النتائج المتوخاة من تطبيق هذه الاتفاقية. إذا يعني تم تنفيذ هذه الاتفاقية بحذافيرها سوف تربح أفريقيا أكثر مما سوف تخسر من خلال إلغاء التعريفات الجمركية. نعم. طيب، تعزيز التجارة الإقليمية كما ذكرت، وبالإضافة إلى التنويع الاقتصادي من خلال بناء القدرة التصنيعية من أجل جذب الاستثمارات الإفريقية والأجنبية من ضمن الأهداف المنتظرة من هذه المنطقة التجارية. السؤال، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ نعم، نحن نعلم جميعا أن القارة الإفريقية تزخر بالموارد الطبيعية بشتى أنواعها، يعني يوجد لدينا النفط والغاز والمعادن وحدث ولا حرج، يعني عرفت كيف؟ لكن المشكلة تكمن في استغلال هذه الموارد لأبناء القارة الإفريقية. وأعتقد في رأيي المتواضع أنه من أهم القطاعات التي يمكن التركيز عليها في إفريقيا هي قطاع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لأنه نحن يعني نعرف أن الزراعة ما زالت يعني تعتمد على وسائل بدائية جدا جدا، فيعني إذا تمكنا من ميكنة الزراعة فهذا سوف يعني تساعد كثيرا. ولا بد من التركيز على كيفية يعني استغلال هذه الموارد من خلال التركيز على التصنيع. يعني أفريقيا الآن تعتبر محطة أنظار المستثمرين حول العالم، ونعلم أن هناك من المستثمرين من يعمل بمبدأ الربح للجانبين، لكن للأسف الشديد هناك من المستثمرين اللي هدفهم هو جني الأرباح. طيب أستاذ باسيديا درامي، قطاع الصناعات في البلدان الإفريقية مجتمعة يمثل حوالي 10% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة، كيف يمكن لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية تدعيم هذا القطاع وتقليل الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة؟ نعم، أعتقد من أهم الأشياء هو التركيز على البنية التحتية، البنية التحتية للصناعة. حتى تقوم الصناعة لابد من قيام البنية التحتية، من إنشاء بنية تحتية مواتية كالطرق مثلا، كالكهرباء وإلى ما ذلك، يعني بالإضافة إلى الحكم الرشيد، يعني فحتى أيضا نضيق الفجوة بين الشركات الكبيرة والشركات، لأن أفريقيا الآن نعلم أنه يعني أفريقيا فتية، فهناك كثير من الناس يعني يتوقعون أو يترقبون إلى حكوماتهم مساعدتهم في يعني إنشاء يعني أعمال تجارية صغيرة جدا، لكن يعني هذه الشريحة من المجتمع إذا تم يعني دعمها من قبل الحكومات وكذا، فسوف نرى أنه الفجوة سوف تضيق بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة. طيب، لدى إفريقيا هناك نقطة يعني أردت إضافتها هي بالنسبة للموارد الأولية، يعني أفريقيا تعتمد على تصدير الموارد الأولية إلى الخارج، ونحن نرى الآن في تحول يعني في هذا الجانب، مثلا دول مثل غانا ودول مثل سائل عاج بدأت يعني تصنع يعني مصانع في 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 حتى ايش تصنع الشوكولاته وتصدرها، وايضا راينا في تنزانيا ايضا بدا من تصدير الذهب الخام. طيب استاذ يعني لدى افريقيا الكثير من التكتلات الاقتصاديه الاقليميه، ما مصير هذه التكتلات في ظل وجود منطقه التجاره الحره، وكيف يمكن الاستفاده منها ومن ادوارها على صعيد التكامل الاقتصادي مثلا؟
نعم، كما تفضلتم هناك العديد من التكتلات الإقليمية، من بينها اتحاد المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المجموعة الإنمائية لإفريقيا الجنوبية، تجمع دول الساحل والصحراء، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها، كل هذه بغرض التبادل التجاري البيني. لكن نحن نرى صراحة أنه يعني هذه التكتلات يعني خطت خطوات متواضعة جدا في سبيل تضييق الفجوة بالنسبة للتبادل التجاري، ونحن نأمل أنه التجارة الاتفاقية الحرة هذه تستفيد من خلال يعني دراسة التعثرات هذه التكتلات الإقليمية والبناء عليها، يعني حتى يعني تتوق يعني تحقق الهدف المنشود منها. طيب، المغرب له حضور اقتصادي وتجاري فاعل في العديد من الدول الإفريقية، ويعتمد مبدأ رابح رابح في علاقاته مع عمقه الإفريقي. كيف ستستفيد المملكة المغربية من منطقة التجارة الإفريقية برأيك؟ لا شك أن المملكة المغربية تربطها علاقات تاريخية متجذرة مع الدول الإفريقية ولا سيما غرب إفريقيا. وبما أن المغرب يعني حققت يعني تقدما ملموسا في العديد من القطاعات، فإن بإمكانها يعني أيضا الاستفادة من الأسواق الإفريقية من خلال تصدير منتجاتها إليها. وبالمقابل يمكن أيضا هذه الدول الإفريقية تتعلم وتستفيد من تجارب المغرب الرائدة صراحة. يعني وبالمناسبة الشهر الماضي دعت المغرب إلى تفعيل هذه الاتفاقية، وذلك بعد عامين من دخولها يعني حيز التنفيذ. لا سيما أن المغرب يعني صراحة يعني خطط خطوات كبيرة جدا في سبيل يعني تنفيذ هذه الاتفاقية، حيث شيدت يعني طريقا مزدوجا سريعا بطول يعني 1000 كيلومتر، كل هذا إيش لتسهيل التبادل التجاري يعني مع عمقها الأفريقي، وهذا من شأنها يعني تنمية اقتصاديات الدول الإفريقية. إذن الإعلامي الباحث في الشؤون الإفريقية باسيديا درامي، كنت معنا من مدينة أوتاوا، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا جزيلا. فضلا عن الأهداف الكبرى المتوخاة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية على المستوى القاري، فإنه ينتظر منها كذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إفريقيا والعالم، كما يعول عليها في جذب الاستثمارات الخارجية. قبل نقاش محورنا الثاني في هذه الحلقة، نتابع هذا التقرير لرضا كريفي. منطقة التجارة الإفريقية التي يعول عليها في أن تكون رافعة لاقتصادات القارة، يتوخى منها تعزيز مكانة إفريقيا في التجارة العالمية وأن تصبح قوة تفاوضية أمام الشركاء التجاريين الدوليين. عند اكتمال الهدف المنشود من هذه المنطقة، فإن إفريقيا ستتمكن من إعادة ترسيم علاقاتها التجارية بمميزات وشروط أفضل مع القوى الكبرى كالصين وروسيا والولايات المتحدة وغيرها. المنطقة التجارية تسمح كذلك بدخول أسواق جديدة على مستوى القارة والعالم، ما سيوسع قاعدة شركائها ويؤدي إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تجعل الاستثمار في المجالات الإبداعية والمشروعات الابتكارية أمرا ممكنا. ضمن أهدافها الرئيسة خلال العقد المقبل، ستسعى المنطقة التجارية الإفريقية إلى تحقيق تطلعات أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وزيادة دخل الأفارقة بمقدار 571 مليار دولار إضافية. نظرا لما تتضمنه من مشروعات تكاملية رائدة، تعتبر منطقة التجارة الحرة من أهم الإنجازات على مستوى العمل الإفريقي المشترك، ويراهن من خلالها في جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا في ظل تزايد الإقبال على إفريقيا من طرف بلدان أوروبا بحثا عن الغاز. ومعنا من نواكشوط المحلل الاقتصادي مما نفع. مرحبا بك الأستاذ مما. أهلا وسهلا، شكرا. مرحبا. إذن أهلا وسهلا، تعزيز مكانة إفريقيا في التجارة العالمية يعد من ضمن أبرز الأهداف المنتظرة من منطقة التجارة الإفريقية، كيف برأيك يمكن تحقيق ذلك؟
كما تعلمون مساهمة القارة السمراء في التجارة العالمية اليوم لا تتجاوز 3%، والتجارة البينية أيضا بين الدول الإفريقية هي الأخرى في حدود 16%. هذه الاتفاقية في حال ترجمت على أرض الواقع فإنها سترفع المبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول الإفريقية، مما يتيح رفع تلك النسبة التي لا تتجاوز اليوم 3%. طيب، بالنظر إلى السياق الحالي وهو سياق يتسم بتزايد الإقبال على القارة الإفريقية، كيف ينتظر أن يسهم كل ذلك في تعزيز وجلب الاستثمارات الخارجية إلى القارة؟ كما تعلمون القارة الإفريقية في وضعية اقتصادية نوعا ما دون المناطق الأخرى، يعني أن لو قارنا الوضعية التنموية والوضعية الاقتصادية في إفريقيا نجدها متخلفة نوعا ما، يعني أن الاقتصاد المناطق الأخرى كالصين والمنطقة الأوروبية وأمريكا، هذه المناطق استطاعت أن تحقق معدلات نمو مرتفعة طيلة العقود أو القرون الماضية، يعني أن هذه المناطق وصلت فيما يسمى بالاقتصاد بنقطة التشبع، وبالتالي لم يعد بإمكان هذه المناطق إضافة معدلات نمو إضافية، وبالتالي يتم الآن التوجه إلى القارة الإفريقية التي لا تزال لديها مجالات واسعة للنمو. الاتفاقية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات خارجية القارة الإفريقية لأنها ببساطة ستعامل المنتجات والسلع القرن المنتجة داخل القارة الإفريقية بضرائب الرسوم، والمصنع الصيني والمصنع الأوروبي والأمريكي لا يريد أن يخسر شفته في السوق الإفريقي، وهو ما سيدفع تلك المثانة إلى الدخول على شكل استثمارات مباشرة للدار في القارة الإفريقية. كيف إذن برأيك؟ القطاعات التي ينتظر أن تستفيد هي القطاعات التعديل والمحروقات، بالإضافة إلى القطاع الخدمات. القارة الإفريقية لديها حدود 1.5 مليار نسمة، يعني أن هنالك طلب على الخدمات مستخدمة في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وإلى غير ذلك الخدمات. طيب، كيف يمكن برأيك إذن تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وأيضا تعزيز التنمية الصناعية والزراعية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للقارة الإفريقية؟ لا شك أن الأزمة القضاء الحالية هذه ستجبر القادة الأفارقة على إعادة النظر في السياسات الماضية. الأمن القضائي يجب أن يكون هدف قارة إفريقيا ستذهب إلى تحقيق الأمن القضائي مستقبلا، لأن القارة ببساطة لديها اليوم حدود 25% من الأراضي الصالحة للزراعة عالميا، في حين أنها لا تنتج سوى 10% من نسبة المنتوج العالمي. إذا القارة الإفريقية ليس لديها بديل سوى استغلال مواردها الذاتية التي تتمتع فيها في مجالات الزراعة والمياه التنافسية. القارة الإفريقية لديها عمالة جدا رخيصة، لديها مصادر للطاقة خاصة المتجددة، وبالتالي مع توفر المادة الخام تستطيع إفريقيا أن تنتج وبأسعار منافسة مقارنة مع المناطق الأخرى إن وجدت الإرادة السياسية لذلك. طيب، ونحن نتحدث عن إفريقيا والاستثمارات الأجنبية، المغرب يشكل جسرا رئيسيا للربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية بفعل موقعه الاستراتيجي الذي يجعل منه بوابة على إفريقيا وبوابة لإفريقيا على العالم، كيف يمكن أن يستفيد المغرب من استثمارات الطرفين الإفريقي والدولي برأيك؟ صحيح، المغرب الآن وحسب بعض التقارير يصنف على أنه المصدر الأول داخل القارة الإفريقية، وعندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنظيم أعتقد أن المغرب لديه فرصة ثمينة لتعزيز ذلك الموقع.
الاتفاقية كما أسلفت تجبر المصنع الفلسطيني والأمريكي على نقل مصانعه باتجاه القارة الإفريقية. أين ستذهب الاستثمارات الصينية والأوروبية؟ ستذهب إلى أين توجد اليد العاملة المكونة من مصادر الطاقة والتجارة والمواد الخام في مجالات الصناعة والزراعة؟ وأعتقد أن المغرب لديه ما يميزه عن بقية القارة الإفريقية في هذا المجال. بقيام منطقة التجارة الحرة الإفريقية تفقد بلدان القارة موردا مهما من موارد موازنتها العامة، وهو المتمثل في الإيرادات الجمركية عند الإلغاء الكامل أو الجزئي للتعريفات الجمركية بين الدول. كيف يمكن تفادي التأثر جراء فقدان هذا المورد؟ جيد، لا شك أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تراجع الإيرادات الجمركية للميزانيات الدول الإفريقية من ناحية، ولكن في المقابل هذا التراجع سيكون له وقع أيضا إيجابي على المستويات العامة للأسعار، على تكلفة المعاش بالنسبة للمواطن الإفريقي. يعني أن النقص الحاصل في الإيرادات الضريبية سيتم تعويضه من خلال توفر السلع والخدمات للمواطن الإفريقي بأسعار مناسبة، كما يمكن أيضا تعويض ذلك النقص المتوقع في الإيرادات الضريبية من خلال الضرائب التي ستواجه المنتجات المصنعة خارج القارة الإفريقية. العديد من الأسواق الإفريقية الأستاذ مما تعتمد على الأنشطة البدائية، وهذا ما يجعلها غير قادرة على منافسة الشركات الكبرى ذات الدخل المرتفع العاملة في القارة، ونتيجة لهذا قد يفقد أصحاب المزارع مزارعهم مثلا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات البطالة. كيف يمكن تفادي كل ذلك برأيك؟ صحيح، على الحكومات الإفريقية أن تعمل من أجل تفادي مثل هذه النتائج، وذلك من خلال التأطير والتكوين والتدريب وإدخال المكننة في القطاع الريفي الإفريقي، هذا من ناحية. كما أن دخول الاستثمارات أيضا الأجنبية هذا ليس لن يكون له تأثير كبير على البطالة، على العكس هو سيوفر فرص عمل للأفارقة. لدينا في موريتانيا تجربة في هذا المجال، يعني أننا منذ فترة وقعنا اتفاقية مع مستثمر أمريكي في مجال الزراعة. هذه الاتفاقية قيمتها في حدود 500 مليون دولار، وتراعي وتأخذ في عين الاعتبار المصالح والحاجيات للساكنة المحلية. وأعتقد أن موريتانيا نجحت نوعا ما في جذب المستثمر وجذب استثمارات أجنبية في هذا المجال مقابل الحفاظ على المصالح الساكنة المحلية، ويمكن تعميم هذه التجربة على بقية القارة الإفريقية. طيب أستاذ مما، بإيجاز يعني ما أبرز المراحل اللازم يعني أن تمر بها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل تفعيلها بشكل رئيسي والبدء في جذب الاستثمارات وتفعيل التبادل البيني الإفريقي؟ أعتقد أن تقريبا معظم الدول الإفريقية صوتت برنامج على هذه الاتفاقية، وكان من المتوقع أن تتقدم الأمور بشكل كبير في هذه الاتفاقية لولا الجائحة. على العموم إفريقيا مطالبة بالدخول في هذه الاتفاقية وترجمتها على أرض الواقع من أجل مثلا انتشال القارة الإفريقية من الاختلالات التي تعاني منها في مجالات الفقر والبطالة، وهي أيضا يمكن أن تكون فرصة لبقية العالم مثلا المنطقة الأوروبية وأمريكا، توفر المصانع وتوفر وزيادة الإنتاج في القارة الإفريقية وزيادة معدلات النمو من خلال هذه الاتفاقية. هذا أيضا يضمن مصالح الدول الأخرى، لأن الإفريقي ستتوفر له فرص العمل وستتوفر له الخدمات في مجال الصحة والتعليم، ولن يذهب قد أن يشكل ضغط اجتماعي واقتصادي عن طريق ما يسمى بالهجرة غير شرعية.
إذن المحلل الاقتصادي ممن فع كنت معنا من العاصمة نواكشوط، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لمريم مرغيش التي تشاركني إعداد هذا البرنامج، شكرا لكل عناصر الطاقم التقني، والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. يمكنكم مشاهدين متابعة هذا البرنامج وغيره من برامج ميديان تي في على موقعنا على الإنترنت ميديان تي في.com. نلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. إلى اللقاء.